السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك بكل خير. عندنا طريقة حلوة جدا جدا كيف تأخذ فلوس وكس بي أو الار بي في جراند. طريقة سهلة جدا 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 ولا تأخذ وقت، بس أهم شيء معك ثلاثة يتيمون معك وإن شاء الله أمور طيبة. أول طريقة طبعا تدخل على ستارت، تروح يطول العمر على أونلاين، بعدين تدخل على جوب أو الكلمة، بعدين تدخل على ثاني كلمة بلاي جوب، بعدين تدخل عند روك ستار، انزل يا طويل العمر قبل الأخيرة، تمام؟ وانزل كذا ضغطة سهم فوق وانزل على تحت، بعدين ابدأ من تحت. تشوف الدبل موجود هنا. الدبل. هذا الدبل. اضغط عليه يا طويل العمر. طبعا الطريقة سهلة جدا جدا وما راح تاخذ منك وقت، يعني بعشر دقائق بإذن الله راح يجيكم مبلغ عادي. الطريقة كالتالي، اذا انتم شرطة، طبعا احنا نبي الشرطة تفوز، الحرامي خلي يخسر نفسه. يعني الحين معطينا خمس دقائق، تمام؟ وعندك اذا ضغطت مثلث يمشي 20 ثانية، فعلى الحرامي انه ايش يضغط يدب المثلثات ليل ينتهي الوقت، وراح اوريكم النتيجة كم كل واحد ياخذ. الحين خلصنا الجيم، شوف كم بيعطيني. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، شوف شوف 10 دقائق، أقل من 10 دقائق بعد، بس أهم شيء يكونون صاملين للعيال معاك. طيب راح أوريكم أخوياي كم أخذوا الآن. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، الأول والثاني والثالث نفس القيمة، والأخير أخذ 64. طبعا أنتم اتفقوا كيف تاخذ ال 64 هذه، اقل واحد فيكم انه يبدا هو حرامي اول شيء، وخلاص اذا بدا هو اول جيم حرامي يعرف انه بياخذ اقل، فانتم اتفقوا يعني كل جيم واحد ياخذ بدايه حرامي ياخذ اقل. وبس لا تنسون الاشتراك ودعمكم للقناه، الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله باذن الله ننزل لكم اشياء حلوه زي كذا يعني، وقلتشات وكذا راح ننزلها لكم بإذن الله. السلام عليكم.